الدكتور محمد عبد العزيز اللمين، نائب اختصاصي جراحة الوجه والفم والفكين. رحب بكم الليلة عن طريق صباحات سودانية. حابة أتكلم لكم عن موضوع مهم اللي هو الريجولر تشيك اب أو الزيارات الدورية لطبيب الأسنان. أغلب الشعب السوداني بيعتبر إنه الحاجة دي هي عبارة عن حاجة رفاهية أو بتبدأ مع الألم، يعني أول ما يكون في ألم أو كده الناس بتمشي لطبيب الأسنان. لكن أنا حابب إنه أقول إن الحاجة دي مهمة جدا الناس تهتم بيها، لأنه أولا هي بتكشف لك عن حاجات أنت ما شايفها، يعني عن تسوس في الأسنان أنت ما ظاهر لك، لكن الطبيب في العيادة وبالأدوات اللازمة وبالأشعة ممكن تظهر له والناس تتفادى مشاكل هي لسه ما وصلت المرحلة بتاعت الألم. والحاجة الثانية طبعا اللي هي بالنسبة لنا مخيفة جدا اللي هو موضوع الأورال كانسر أو سرطان الفم. فالحاجة المميزة في الكانسر أو السرطان إنه أنت ما بتكون حاسس بألم أو ما بتكون حاسس إنه في حاجة غريبة في الفم لحد ما تصل مرحلة معينة بعد ذلك تبدأ الأعراض أو كذا. فموضوع إنه الزيارة تكون دورية خاصة لأخواننا المدخنين متعاطين التبغ بتكون حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم. فزي ما بقولوا الكانسر متى ما يتعرف بدري والناس قدرت تعرف كل ما كان العلاج أسهل وأسرع، وممكن نقول شيء يعني نسبة إنه يجينا راجع بتكون قليلة، لأنه هو بيكون انتشر سواء في أي حتة تانية أو مشى في أجزاء تانية من الجسم. فنصيحة مننا لكم خلوا زياراتكم الدورية لطيب الأسنان تكون بمواعيد، ويا ريت لو كان الناس كانت ملتزمة إنها تكتبها في جدول مواعيدها كل 3 شهور أو كل 2 شهر، كل ما كانت حاجة كويسة جدا. بالنسبة للموضوع الثاني في الزيارات الدورية غير موضوع الكشف بتاع التسوس والكشف عن سرطان السم السرطانات، نحن نتكلم عن النقطة الثانية اللي هي المواد الجيرية. نحن دائما بننصح إنه الناس كله يجوا كل 3 شهور يعملوا كشف عن المواد الجيرية، لأنه باعتبارها هي دي السبب الرئيسي لتسوس الأسنان وبتعمل حركة في الأسنان، فهي دي احنا نعتبرها السبب الرئيسي اللي هي كل 3 شهور بيجينا المريض هنا في العيادة، فنحن بنعمل له إزالة المواد الجيرية بالإضافة لتلميع للأسنان. دي بتقلل من فرص الإصابة بالتسوس الأسنان. فمن النصائح اللي بقدمها اليوم اللي هي ممكن تكون مفيدة لأغلب الناس، إنه إحنا دائما بننصح إنه التسويق يكون 2 مرات في اليوم اللي هي صباح ومساء بطرق إحنا بنوريها له جوا العيادة، يعني حتى التسويق هو عنده طرق معينة وآلية معينة بالإضافة إلى معاجين معينة بيستعملوها، فاللي هي دائما بنستعمل المعاجين اللي فيها نسبة بتاعت فلورايد معينة، فهذه تكون ممتازة جدا جدا للعناية بالأسنان بالإضافة إلى خيط الأسنان وغسولات الفم اللي هي في شركات كثيرة بتقدم غسولات كويسة جدا للفم بننصح بها دائما. فالزيارة الدورية بالإضافة إلى الكشف المبكر بالإضافة إلى نظافة اللثة من المواد الجيرية دي حاجات بتكون كويسة جدا بتخلي الزول يبعد عن مشاكل ممكن تواجهه في المستقبل، ممكن تكون مشكلة كبيرة تؤدي إلى تساقط الأسنان تسبب لي ألم. فدائما أفضل إنه الزول يوقي نفسه من الحاجات دي مما يعني يدخل في مواضيع بتاعت علاج لعلاج جذور وخل بعد ذلك يبقى في موضوع تعويض للأسنان. فدائما الوقاية أفضل كثير من العلاج.